Tierra, Julián, está ahí a Gamer. Nice to meet you. Nice to meet you. I think you are. He's your wife. Yeah? Yes. Yeah. But, tell me about your show. I like it. I enjoy it so much. You and your wife. I work juggling. I work juggling 5 years. I start working in Ukraine and in before. Come from Ukraine, yeah. Yes, we come from Ukraine and in this year we come here. And, you feel any dangerous in your show? Now no, but before, yeah, of course I feel. Sometimes you feel that you are afraid about the show. Little, not in Manege. When I have training, maybe I can feel prova when I make something new. Since how long you are making this show? Yes, long. Since how long? Five years. Yes, 5 years, but this act only 1 year. Mabruk, nice to meet you. Nice to meet you. التركي بقى ده بقى ايه بتبني ويتهد بقى ولا ايه بيبقى مبني ازاي؟ هي خيمه وبنبنيها ده بنا تجهيزات انا شايف فوق اضاءه وتجهيزات دي فقره اجنبيه ودايما بجيب انا زي سيركوس اون ايس جبت سيرك الجليد في هوليوود سيركوس في مهرجان جديد جاي برضو على طول كل شهر بغير غير بقى ان انا بروح للكره المحليه وهي فوق كده لا يا طبعا مدربه عليها طب هل في سيفتي بقى بيبقى في اجراءات تامين مثلا طبعا بالنسبه للفنانين لازم يكون في تامين يعني اقدر اقول ان السيرك ده ليه نظام لو اختل نظامه بتختلف فاكره زمان كان في فيلم اسمه السيرك كان بيحكي عن عالم السيرك وبيتكلم ان السيرك ده حاجه منظمه جدا على فكره انا حضرت كنت في فيلم السيرك كنت قد كده Thank you.
ومعانا بقى المهرج وليد. طبعا هو شكله اتغير اكيد. انت واخد انت متاثر بفرديناند يعني شوية. صح. احكي لي بقى المهرج الجميل اللي شفته جوه اللي فعلا امتع. انت امتعتني. انا عمال اسقف لك وسعيد وكنت عايز اخد بالونه. ما بديش انا عايز بالونه. العرض الجاي احكي لي بتعمل ايه. والله الكلاون بالنسبه لي حاجه ممتعه قوي. ببقى سعيد اكتر ما اكون معايا الاولاد والولاد بتبقى سعيده بيا. بتبقى بالنسبه لي حاجه طبعا بحس ان انا بقدر اقدم حاجه للطفل ان هو يضحك ويبقى مبسوط ويبقى يعني سعيد في يومه. ودي حاجه بتفرحني قوي. ايه اللي بيفرح الطفل؟ شكل المهرج، مناخير المهرج، اسلوب المهرج، اسلوبه. انت بتكلمش اكتر حاجه اسلوبه. اسلوبه اسلوب المهرج ازاي؟ خطواته، حركاته، اللي ممكن يعمل صوره ملونه من الحقيقه بطريقه مختلفه، بطريقه الفاني، فده يضحك الناس اكتر. حاجه زي كده يعني بالظبط. بقالك كام سنه مهرج؟ 25 سنه. من وانت طفل صغير بقى؟ من 10 سنين. مستمتع بيها طبعا. في ساعات الواحد يمر عليه ايام يبقى هو جاي عنده مشاكل في البيت، حد عيان، حد تعبان، حد اول الكواليس خلاص انا بتفصل. كلاون. انت كلاون من اول بعد الكواليس خلاص ارجع تاني لطبيعتي. بتفصل خالص تماما وبتعرف تفصل؟ اكيد جربنا كتير. هل مره عليك موقف كان صعب وكان عندك ظروف صعبه واضطريت تعمل العرض بتاع الكلاون؟ كان السنه اللي فاتت كنت مريض شويه وقعدت حوالي شغال اسبوع وانا مريض جدا ما كنتش بقدر اتحرك اساسا. بس كنت ما بخش اشتغل كنت ببقى عايز اشتغل طول اليوم عشان ما بحسش بالتعب وانا جوه، او ما بخرج برجع تاني للتعب. انا بهنيك بقول لك مبروك وتهاني بجد.